أما تاني فقرة الأسنان هنبتدي مع ساندي مرحلة جديدة وهنروح لدكتور الأسنان. هي أسنانها حلوة قوي بس دايما بتروح علشان تهتم أكتر بأسنانها مع دكتور نبيل السباعي ودكتور أحمد السباعي. حالا هنشوف هنهتم بأسنان ساندي إزاي. احنا هنا في عيادة الدكتور نبيل السباعي ودكتور احمد السباعي علشان نهتم باسنان ساندي، وانا مبسوطه جدا ان هي معايا النهارده. انا بجد يعني دايما بحييكي ان انت كده واخده قرار وجريئه وما بتخافيش. لا لا خالص. والبنات يعني عاوزه اقول لك اول مره توجعوني ولا ايه؟ جريئه وما بتخافيش. على السوشيال ميديا دكتور احمد ودكتور نبيل بجد ميرسي قوي ان انتوا دايما معانا. منورنا طبعا. منورنا. عاوزين نهتم باسنانها وهي تقول لنا نفسها تعمل ايه وانتوا تقولوا لنا رايكم ايه. حلو. حاجة تعملي. ونفسي اعمل حاجات كتير بس انا من وقت ما عملت فينيرز وشويه حسيت لونها اتغير. مع ان انا بهتم بسناني جدا بس ما اعرفش هي مع الوقت لانه بقى لها حوالي 11 سنه. فوقت طويل جدا. ايوه كنا بنتكلم من شويه عليها. بس هي اقول لك حاجه، تغيير اللون ده وارد لان طبعا المفروض في مشكله ان العيان بيعمل حاجه عند دكتور السنان يهرب بعديها. لازم زياره دوريه. الزياره الدوريه دي كانت هي اللي بالنسبه لك هتبقى هي دايما بتحافظ لك على لون الاسنان والحاجات دي. كل ست شهور ده. صح بالظبط. هو المفروض كل ست شهور بس احنا بنقول للمصريين يعني لو جيت كل سنه يبقى كتر خيرك. يعني بتيجي يعني. ايوه قالوا لي كده. هو ده الصح المفروض. عملت كده شويه بس بعد كده مهتم. لا وبعدين برضه انت كنت تتكلمي تقولي عاملاها من 10 سنين. اكيد القصه اختلفت 360 درجه طبعا. الفينيز اللي من 10 سنين دي تعتبر ملهاش علاقه تماما بالفينيز اللي بتتعمل دلوقتي. ما خدت بالي. يعني زي ما كنا بندردش برضو قبل الهواء كنت بقول لك مثلا ان انت زمان كنت بتعملي الفينيرز مش عارفه انت هتوصلي لايه. يعني انت انا عايز اعمل فينيرز وخلاص، انا عايز اسناني تبقى حلوه وخلاص. بس ممكن يكون ذوق الدكتور نفسه ما يعجبكيش، سواء اختياره للون اختياره للشكل، في شويه حاجات صغيره كده ممكن تفرق معاكي في شكلك جدا بس انت مش حاسه ان ايه الدكتور ده هيوصلني ليها. فاللي اختلف دلوقتي حته الديزاين، ان احنا بقينا ناخد صوره مثلا ارسم لك الشكل اللي انت عايزاه. احنا قاعدين دلوقتي مع بعض قاعدين بنرسم. يعني دلوقتي الدكتور بقى دكتور ديزاينر. والله بجد. والله لان يعني دخل في مجال الاسنان بقى انت عندك دلوقتي الدكتور بيشتغل مصور، لازم يصور كل حاجه. لازم الدكتور يعرف ازاي يرسم الديزاين بتاع الاسنان اللي عايزين نوصل لها. دي حاجه. تاني حاجه ان انت العمر الافتراضي بتاع الفينيرز دلوقتي بقى اعلى كتير من زمان. لان الماتيريالز دلوقتي ما بقتش تتعمل يدوي، برده زمان كانت الماتيريالز دي كلها بتتعمل يدويه. فبرده مهما كان احتماليه الخطا البشري دي موجوده. دلوقتي الموضوع بقى كله كمبيوترايز، بقت زي مكن كده اهوت اسمه الكات كام، هو اللي بيعمل لك الفينيرز دي اوتوميتد. فهتخلي الديزاين اللي انت اخترتيه هو اللي هيطلع لك، مش هتتفاجئي بقى ان انا طلع لي لا حاجه غير اللي انا اخترتها. برضه السكنس كمان، لو يعني زمان كان السكنس تخينه جدا دلوقتي رفعت جدا. يعني زمان بالظبط كانت زمان بيضطر يبرك كتير من الاسنان عشان يعوض السنه التجميل. دلوقتي الموضوع وصل ان احنا ساعات ما بنبرودش اسنان اصلا. يعني ممكن البرد يجي في حاله مثلا معينه ان في اعوجاج او سنه طالعه بره او حاجه. توفين بس. لا ما طيب فطبع. دلوقتي الجديده كمان الوقت بيبقى التايم مثالي اقل من زمان بكتير. على حسب، في شركات احنا بنتعامل معاها بره مصر دي يعني كنت بتكلم مع ساندي فيها ممكن يوصل يعني شهر علشان الشغل يجي من بره. وفي شركات هنا بنشتغل معاها في مصر برضو بنشتغل معاها ممكن تبقى في خلال 4-5 ايام. عند ساندي كمان هنعمل حاجه لذيذه جدا كنت بكلم عليها بس هي اول مره تسمع عنها، فكره ان احنا نعمل تبييض للثه. يعني ناس كتير ما تعرفش الحته دي، ما تعرفش ان احنا ممكن نرجع لون اللثه للون الوردي بتاع الاطفال لما كانت لسه مولوده. لون البينك اللي هو الفاتح قوي ده ممكن برضو بنعمله وان شاء الله هنعمله النهارده، نفتح لون اللثه ويبقى شكلها حلو. سبيشالي انا عندي واحده يعني شويه مزرقه تحتيها، انا مش عارفه ايه السبب تو بي اونست بس اكيد عندي مشكله او حاجه انتوا اكيد هتقولوا. هنظبط لك كل ده ان شاء الله. ده بيبقى اللزق مثلا ابتدى يفك. دي بقى بتبقى مشاكل في الفينيرز عشان زمان كان بيحصل نوع اللزق غير بتاع النهارده. دلوقتي احنا بنقدر نغمق ونفتح لون الاسنان بنوع اللزق. الدنيا اتطورت الصراحه من زمان. طب سؤال ليه؟ يعني عندي كذا حد من صحابي او حتى اختي اوقات سنانها بتفك فجاه، انا لا الحمد لله انا بقى لها 11 سنه. تقع يعني؟ فايه السبب؟ لا دي ليها كذا عامل. اول عامل
شق معتمد على الدكتور يبقى في مشكله 100% طبيه. الفينيرز ديت مش معموله كويس، مش مزوقه بطريقه صح. ده الشق اللي علاقه بالدكتور ممكن يكون سبب في وقوع الفينيرز. الشق الثاني لو حد مهمل، لا يا حرام لحقتش الاعداد، لا الاعداد دي دي دي, دي معقوله يعني. لما بيجي لنا حد برده بنبقى عارفين برده. خلي بالك الاسنان دايما بنقول مرايه للجسم. انا ممكن اعرف ان واحد عنده السكر، عنده مشاكل في القلب، كل الحاجات دي ليها دلائل في الاسنان. العادات دي طبعا بتظهر على اي حد، لو حد بيجزع اسنانه، لو حد عنده مشكله ما نفسيه او كده برضه بيبقى ليها ايه بتبان في الاسنان برضه. انا عندي حاجه بس نفسيه. لا زي الفل والله. هو بوشتني. انا عاوز اسالك بس سؤال، ايه اللي بيخلي اللثه لونها يغمق؟ حاجات كتير قوي. بص يا تصبغات ممكن تدخين، وممكن حاجات كتير، او ممكن يبقى نتيجه مضادات حيويه قديمه، ممكن تبقى نتيجه تدخين شاي وقهوه كتير. هي اللثه ده نسيج خلاص، وسهل النسيج ان هو يمتص الصبغات خلاص. في حد بيبقى يعرف يعني ايه ينظف وتنظيف كامل للبق، لان البق طبعا عامه الفم غسيله مش فرشه ومعجون بس خلاص، هي كذا مرحله. وفي حد بيبقى بيعتمد ان غسيل الاسنان او الفم هي فرشه ومعجون بس. فطبعا دي بتبقى مشاكل كتير. وفي ناس على فكره هي جيناتك، ساعات بتبقى ناس عندها مش تصبغات زرقاء او كده، بتبقى بقع كده لونها بني، دي بتبقى ساعات جينات كمان. اوكي. وعلى فكره بنوصل بيها، لا بنوصل بيها المراحل على فكره جامده جدا يعني. في ناس كتير كان عندها تصبغات جامده جدا، بتبقى لدرجه سواد مش اي لون، اسود في اللثه. والحمد لله بنوصل لدرجه تفتيح عاليه جدا، وبيبقى اللون بيختفي تماما. احنا عندنا واحده صاحبتنا نعمل لها حاجه في اللثه نمنحها دلوقتي. طيب قولي، هو فعلا اللثه ممكن لو اتقصت ترجع تاني؟ ترجع تاني يعني، يعني لو اتشالت بالليزر ممكن تطول تاني ولا لا؟ صح، هي في حالات على فكره اسمها جينجيفال هايبلاجيا، دي ده بيبقى مرض بيبقى اللثه بتنمو بزياده عن اللزوم. في على فكره امراض مش الجامي سمايل، في لثه بتقعد تنمو لحد ما تغطي الاسنان تماما. اوكي. فده حتى لو قصيتي من اللثه بيرجع تاني اللثه تنمو على الاسنان، وده نادرا قوي على فكره. في الجامي سمايل الناس بتبقى فاكره ان دي مشكلتها، لا ده حوار تاني خالص، مشكله تانيه خالص، مرض تاني خالص، ونادرا قوي لما بيحصل. طيب احنا ندخل بقى نشوف هنعمل ايه. يلا يلا بينا يلا بينا. نعمل ايه؟ اشرح لنا بكل بساطه. زي ما كنا بتكلم مع ساندي، خدنا الصور، صور بورتري بسيطه خالص كده للوش. هنقعد مع بعض دلوقتي نرسم رسمه جديده للفينيرز اللي احنا عايزين نوصل لها. اوكي. يعني احنا اول حاجه كنت بتقولي لي عليها، كنت عايزه بتحبي شكل الاسنان في النص تبقى واضحه شويه. بالزبط. صح بالزبط. فانا هنا عملت لك ديزاين بسيط، في شويه تعديلات انا كنت شايفها. طبعا لو ليكي راي تاني. لا حلو قوي. هي احلى حاجه ان انا دايما كنت خايفه انه اوكي ممكن يكون خيالي انها تطلع حلوه بس ما تبقاش لايقه على وشي. فاوبشن حلو انه يبقى اشوف ده قبل ما. لا طبعا، لان انت خدي بالك برده زي ما كنت بقول لك، الفكره ان لازم الدكتور والمريض يبقوا على نفس الصفحه، سيم بيج. ليه؟ لان كانت زمان المشكله كلها في الفينيرز، مش قصه ان الفينيرز وحشه ولا بايظه ولا بتقع ولا كان، الفكره كلها ان ممكن ذوق الدكتور ما يعجبكيش. بالظبط، ما هي ده اللي بيخوفني. بالظبط، ودي حاجه في الوش، انت هتبقي طول عمرك ايه؟ بصي في المرايه. مش معلش. فدي لا يعني، هي لازم تكون ذوقك انت وحاجه انت 100% مقتنع بيها. فكره السمايل ديزاينر ده بكل بساطه ان انا الرسمه اللي انا عملناها دلوقتي دي، كل اللي هعمله ان انا بعملها حاجه زي اكسبورت كده لمكنه تعمل لي خرط للفينيرز الجديده بنفس المقاسات ونفس الشكل ونفس اللون اللي احنا اخترناه. فلما تيجي تستلميهم ما بتحسيش ان في مفاجاه. لا دي حاجه بيطلعوا اكزاكتلي. بالظبط، انت شايفاهم عليك يعني. شكلهم حلوين قوي فعلا. انا كنت بقولها احلى حاجه بحبها في دكتور نبيل دكتور احمد، انه هما الاثنين بيقعدوا يتكلموا معاكي كتير غير الدكاتره العاديه. لا دي اهم حاجه، كلام قليل جدا. فنفترض يعني مثلا ان جالي حد مش مقيم في مصر، مقيم في دوله ثانيه، وانا من نوع الدكاتره ان انا بشتغل له كده بسرعه وخلاص، وما حكيتلوش اي حاجه من البروسيجر اللي انا عملتها. لو ماشي من عندي وحصل له مشكله ما بعد سنه سنتين ثلاثه وراح للدكتور تاني، مش هيبقى عارف يوصف للدكتور ده هتعمل له ايه. ده حقيقي. مش عامل فكره. فاهم حاجه ان هو يبقى عارف من الالف للياء، انت مثلا نوع الفينيرز اللي اتعملت لك كذا، اتعملت في وقت كذا، جرانتي من يوم كذا ليوم كذا، التعليمات بتاعتها. لو راح لاي دكتور تاني يعرف يقول له قصه اسنان وايه اللي حصل. غير ان احنا عندنا هنا في السنتر بندي سي دي عليه كل الداتا بتاعت البيشنت، بندي صوره قبل وصوره بعد وكل اللي اتعمل له. فده مهم جدا موضوع البيشنت. ولو اشعه اتعملت كل ده طبعا. ليه؟ يبقى عنده ريكورد بتاعه متسجل عندي ومتسجل مع البيشنت نفسه، عارف هو عمل ايه من الالف للياء. اوكي احنا جاهزين جدا.
دي عارفه هنعمل ايه النهارده؟ تقريبا يعني هنعمل ايه طيب؟ هنفتح اللون اللسه. هو مبين اللون اللسه عندك كويس جدا خلاص، بس في ناس بتبقى دايما عايزه ترجع للون الوردي بتاع واحنا بيبيهات صغيرين. ده سهل جدا، بنوصل له بحاجه اسمها الجينجيفال بيلينج او تقشير اللسه. ده بيشيل طبقه خفيفه قوي من اول طبقه من اللسه علشان يشيل التصبغات اللي هي في اول طبقه من اللسه. الموضوع عايز اقول لك ان هو مش زي زمان. زمان كانوا بيعملوا القصه دي، عارفه ازاي؟ لا، كان بيجيب مشرط ويقعد يعني يعمل كشط لاول طبقه من اللسه. الموضوع اختلف تماما، ان هم دلوقتي بقى بيتعمل بجلسه واحده بالليزر، ما بتاخدش 3 دقايق. هنشتغل النهارده وهتعرف ان ما فيهاش وجع بجد. خلاص، بس قبل ما نبتدي لازم تلبسي النضاره دي الاول. أوكي. عشان ده سيفتي بريكوشنز للليزر. اوكي، واحنا كمان هنلبسها. الموضوع ما تلاقيش منه خالص، مش عايزه تتشنجي ولا اي حاجه، خليكي هاديه. انا عارفه انت جريئه، بس انا يعني دايما بحب الناس الجريئه اكتر. موضوع عند ساندي كان بسيط جدا، ان هي ما عندهاش تصبغات جامده جدا في اللسه. هي كان عندها حته صغيره جدا، تقريبا 15 ثانيه في كل كوادرنت. الموضوع عندها بيختفي تماما وبيتحسن على مدار 3 ايام. ايه التجربه؟ اخبارها ايه؟ ما حسيتش حاجه. اخبار النضاره ايه؟ حلو. هو الموضوع عامه ما فيهوش الم خالص. موضوع الليزر تطور كبير جدا في مجال طب الاسنان، بيوصلنا لمراحل ونتائج كويسه جدا بدون الم للمريض. ميرسي يا ساندي. النتيجة بقى ساندي هي اللي هتقولنا عليها، ودكتور نبيل ودكتور احمد. اهم حاجه ما خدناش وقت خالص. يعني كل حاجه احنا قبل ما نتكلم احنا عايزين نسمع تجربتها، يعني ايه اللي احنا عملناه، هي من وجهه نظرها ايه، لان احنا دايما مش هنتكلم كلام علمي ومش هنتكلم كلام طبي. انت حسيتي بايه؟ والله ما حسيتش باي حاجه، يعني حسيت بفرق بس ما حسيتش باي وجع. تمام. اتمنى ان كل الناس اللي بيشوفونا تهتموا بسنانكم وما تخافوش من الدكتور. ايه، في ناس عندها بانيك من الموضوع ده. ما دي بقى مشكله كبيره، اهم حاجه دي احنا عايزين نتكلم فيها الصراحه. لانه دي عقده نفسيه. لا، دي عقده نفسيه، احنا تعبنا. يعني ليه الناس فاكره ان احنا مخيفين، وليه الناس بتقلق مننا؟ هقول لك ليه السبب. حتى في التعاملات خلي بالك، والله بعيد عن العياده، يعني دكتور سنان مقلق مش عارف ليه. لا، انا هقول لك ليه. يعني انا كتير سمعت الكومبلينز دي، واكتشفت انه الناس واخده باد اكسبيرينس عن الموضوع، وده مش حقيقي يا جماعه. الموضوع زمان غير دلوقتي. الناس اتطورت. فكره حقنه البنج كانت مرعبه جدا بالنسبه للناس، لانها كانت مؤلمه جدا زمان. دلوقتي في بنج موضعي الاول قبل ما تحط حقنه الجل. لا، وبعدين خد بالك اغلبيه شغلنا دلوقتي ما بقيناش نحتاج بنج اصلا. اكزاكتلي. يعني زي دلوقتي ما عملناش فكره اللسه. كانت زمان انت لازم دي جراحه، يعني هتاخدي بنج واسبوع بعديها هنريح وناكل حاجات معينه. دلوقتي خلاص القصه دي بقت ببنج موضعي بس، انا خلصت السيرجري الكامله اللي انا عايز اعملها في اللثه دي. بالظبط. فما تخافوش يعني. طب كويس، الله يعينك. طيب احنا عاوزين نقول للناس بقى الكلام العلمي بتاع الدكاتره. بالظبط. طيب هو مبدئيا كده هي عندها حق في نقطه بصراحه. قالت كلام دايما انا كدكتور بقوله، ان فعلا الاكسبيرينس بتاعت العيان بتاعت زمان كان دايما خايف من دكتور السنان علشان زمان غير دلوقتي. حقنه البنج اتطورت في حاجات كتير قوي، خلي بالك. حتى الابره كانت زمان تخينه، يعني كانت بتقلم فعلا العيان وهو بياخدها. دلوقتي بقت الابره نفسها ارفع من حقنه الانسولين، فما بقتش مؤلمه. خلاص، ده بالنسبه مثلا في جل بيتحط كمان طبعاً، يمكن قبل طبعا الانستيزيا او بنج موضوعي بيتحط قبل الحقنه كمان عشان حتى شكه الابره ما يتحسش بيها. الموضوع اتطور زمان، عشان كده كانت الاكسبيرينس بتاعت زمان مختلفه عن دلوقتي. طبعا انا بالنسبه لي، انا عملنا لساندي عملنا لها حاجه اسمها جينجيفال بيلينج او تقشير للثه. عملنا حاجه اسمها تفتيح للون اللثه اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل ما نشتغل، اللي هو ازاي نرجع بلون اللثه من الحياه الطبيعيه، بنشرب شاي قهوه الحاجات دي كلها بتعمل تصبغات في اللثه، ازاي نرجع باللون الوردي تاني اللي زي بتاع زمان لما كنا لسه مولودين او حاجه زي. دكتور احمد، احنا شفنا تصميم الابتسامه الجديده، عاوزين نفهم الناس اكتر. ساندي كنا قعدنا مع بعض شويه دردشنا، كانت بتكلمني هنا، كانت عامله فينيرز من 10 سنين. طبعا اول ما ابتدت الفينيرز اصلا يبقى ليها ذكر. كان في شويه تعليقات هي قالت لي عندها، يعني من ساعه ما عملتهم هي عندها. وفي شويه تعليقات انا شفتها برضو، ان كان في مشاكل زي في اسنان محتاجه ان هي تبقى تكبر، يبقى شكلها ناتشرال اكتر. الانياب محتاجه تبان اكتر. عملنا لها ديزاين، رسمت لها الشكل اللي هي كان في مخيلتها، وبرده شكل انا شايفه يبقى ايه ايديال شويه بالنسبه لها. وعملنا تنظيف للفينيس، شلنا شويه من الصبغات اللي كانت عليها بحيث نفتحنا لونها شويه. حلو ده، تمام. طيب المفروض ان هي لو الابتسامه الجديده بعد قد ايه هتاخد القرار؟ الابتسامه الجديده تغيير الفينيس طبعا بيبقى في منتهى السهوله، برده مش زي ما متوقعه.
هي مجرد ان احنا بعد فك الفينيرز بناخد حوالي من 4 لـ6 أيام بنكون مسميين الفينيرز الجديده بالشكل اللي احنا رسمناه مع بعض. انا بشكركم جدا ان انتم عطلتوا نفسكم عشاننا ودايما بنتحم العياده وبنعمل لكم قلق، بس يعني بجد من غيركم الفقره ما بتكتملش. يعني سعداء جدا بيك جدا. كملوا معانا الحلقه ما تروحوش اي مكان، لسه مكملين مع الجميله ساندي.